we will start the Sanofi symposium, and I invite chairpersons, Professor Dr. Izzat Ali, Professor Dr. Mohammad Aynaba. شكرا دكتور جون. يمكن السيشن اللي فاتت كانت مهمة قوي, واي ثينك ان في تو توبكس محتاجين يتعمل لهم ري الوكيشن وري اسسمنت, خاصة التي في والفيرولوجي, ومحتاجين نكتب عنهم ولو بيبر كده خفيفة تبقى سبريدد لكل اللي جايين عشان توحيد القصة. ودكتور كحلة بسم الله ما شاء الله يعني عرضها كويس, واي ثينك ان ده بالفعل احنا واحنا بننقي البروجرامز حاولنا ننقي topic of interest. يمكن topic of interest هياخدنا بسرعة للtopic of interest. بروفيسور حسين بالأمين هيتكلم على new incomers في الإيمونولوجي في الجت, a new hope for eosinophilic esophagitis patient as a Sanofi symposium. تفضل بروفيسور حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الباشا على التقدمة, وشكرا طبعا دكتور مدحت على المجهود العظيم. يعني بره الاي بي دي شويه, احنا هناخد يا دوبك يعني ان شاء الله مش هنطول كتير. هنتكلم على الابديتس في الزينوفيليك سوجايتس. في الحقيقه بالرغم من يمكن اول حاله زينوفيليك سوجايتس كانت سنه 70, بالرغم من مرور 50 سنه على اول حاله, بالرغم من كده في برضه في انون ايشوز كتيره في الزينوفيليك. البريفالنس كان سنه 2007 15 لكل 100,000. في 2017 ال 15 دول بقوا 63, يعني اربع اضعاف الانسيدنس كان موجود في سنه 2017. كومن ايميلز طبعا هي كومن في الانسيدنس او البريفالنس, لكن مش كومن, ما فيش فرق في السيفيريتي تحت الديزيز ريجاردنج الميلز والفيميلز. اكيد موست اوف ذا بيشنت بيبقى عندهم هيستوري اوف اتوبيك ديزيز, سواء برونكال ازمه, درماتايتس, راينايتس او وات ايفر. يعني هي الموست كومن كوز اوف فود انفكشن, والسكند موست كومن كوز اوف كرونيك اسوفجايتس, يعني جيرد ثم الايزينوفيليك. حاجه برضو كانت غريبه شويه. هي بالرغم من المشكله بتبقى كلينيكال سيمتومز دينوتنج اسوفجال ديسفانكشن سواء في الاطفال او في الكبار, بتختلف طبعا السيمتومز في الكبار عن الصغيرين, لكن بتبقى ليها امباكت على الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان. يوجوالي العيان بيتجنب اي مكان فيه اكل عشان خاطر موضوع الديسفيجي, يعني دايما افويد دايننج اوت, تيجي تعزمه ما يرضاش يتعزم, عشان هو بيحضر نفسه ان هو عنده ديسفيجيا, وبيحاول بيعمل هو سم ادابتيف بيهيفيرز معينه ان هو يشرب كتير مع الاكل, او يبقى فيري سلو ايترز اند فيري كيرفول ايترز, بحيث ان هو ما يبقاش مضطر ان هو يتعزم, والعزومه دي هتبقى مشكله بالنسبه له في موضوع الديسفيجيا اللي بتحصل او بيحصل فيها فود امباكشن. طبعا هي الباثوفيسيولوجي لما اتعرف ريح الدنيا شويه ان هو ده تي هيلبر 2 اميون ميديتد ميكانيزم. الاميون سيلز اللي موجوده في الاسوفيكس بتبقى ستيمولييتد يوجوالي باي فود الرجي. طبعا بيتكلموا في الايرو الرجينز, لكن برضه الفود الرجي هو الاساس. ستيمولييتد بيعمل ستيميوليشن ريكروتمنت للزينوفيلز للمكان اللي فيه المشكله, وانفلاميشن, ثم بعد الانفلاميشن في الاوائل طبعا بيبقى فيه انفلاميشن في الاول, بتبقى انفلاماتري زي الكرونز كده, بتبقى انفلاماتري في الاول, لكن بعد كده بيبقى فيه فيبروزس وانكريز سمول ماسل كونتراكشن وباريال ديسربشن. باريال ديسربشن ده واحد من الحاجات المهمه, انك انت بيحصل حاجه اسمها دايليتد انترسيلولر سبيسز. لما يحصل دايليتيشن للسبيسز دي بيبقى فيفورنج الانترنس بتاع الالرجينز في ثرو ذا سيلز, وبالتالي بيعمل انيشيشن للاوميون ميكانيزم. عشان كده في اتصال مهم جدا بين الجيرد والايزينوفيليك في قصه ان هو في الجيرد برضه بيبقى في دايليتيشن انترسيلولر سبيس, طبعا بيطلعها الالكترون مايكروسكوبي, بيبقى برضه فيفورنج الانكرنس بتاع الايزينوفيليك اسفجايتس في العين اللي هم عندهم جيرد. بيقول لك البرزيستنت سيمتومز اند انفلاميشن ليد تو بوتنشال ريفرسبل دامج تو ذا اسوفجيال ميكوزا, يعني انفلاماتوري في الاول ثم فيبروزس, حتى ايفن بيحصل حاجه اسمها ترانس ميورال انفلاميشن, وطبعا ده برضه بيشبهها اكتر بالكرونز ديزيز. الجينيتك ابنورماليتيز طبعا في جينز موجوده, واحد اسمه سي سي ال ال 26 ده موجود بفيفرنج الكيموتاكس او الاتراكشن بتاع الكيوتاكسين 3 اللي هو ليه علاقه بالنمبر اوف ايزونوفيلز في اسوفجيال بيوبسي. يقول لك لما يكون موجود ده النمبرز بيبقى زايد شويه.
السايمك ستروما الليمفو بروتين ده بيبقى ليه علاقه بالاكتيف زينوفيلكس فوجايتس. حاجه اسمها كالبن 14، كالبن 14 بيقول لك بيحصل مع الناس اللي عندهم ايرلي اونست زينوفيلكس فوجايتس. زي ما قلنا الفود انتيجين، وطبعا ايلو الرجز بيتكلموا عليها، بيتكلموا في حته ان هو بي ليها سيزونال فاريشن. بعض الستارز قالت ان هو بتحصل ديورنج سمر، وبعض الستارز قالت ممكن يحصل ديورنج وينتر. انفيرمنتال فاكتورز، المايكروبيوم في علاقه وطيده بالاسيبتسيزم عموما وحته التشينج في المايكروبيوتا. والحاجه الثانيه سيليا ديزيز بيفيفر الكرنس برضو بتاع الزينوفيلكس فوجايتس. الاتش بايلوري ليها علاقه عكسيه مع الزينوفيلكس فوجايتس، وبعض الستارز قالت لا ما فيش علاقه اصلا بين الاتش بايلوري والزينوفيلك. الايرلي يوز اوف انتيبايوتكس في الاطفال نفس الكلام، سيزيرين سكشن، بريتن بيرس، كل الحاجات دي ليها ممكن علاقه بالاوكرنس بتاع الزينوفيلكس فوجايتس. واي ايرلي دياجنوز از امبورتنت، زي ما اتفقنا لسه بنتكلم في موضوع ان البدايه بتبقى انفلاميشن، ثم سب انتمال او سب ميكوزال فايبروزس، ثم بيحصل ترانس ميورال انفلاميشن، وبالتالي بيتكلم على الايرلي اتاكينج للعيان، بحيث انك انت دايما بيتكلم على حته الايرلي برضه موجوده في الكرونز ديزيز، ان 5% في انكريز فايبروستنوزس لو العيان اتاخر، 9% انكريز ريسك اوف ستريكشر، انكريز ريسك اوف فود امباكشن، اباوت 19% اوف بيشنت هاف ات ليست 1 ER فيزيت بير يير. دياجنوزس زي ما قلنا الكاردينال فيتشر في الادلت ديسفيجيا وفود امباكشن الاساسي. Some patient coming with GERD-like symptoms، وده أكتر شوية في الأطفال، يجي بGERD-like symptoms، abdominal pain، sometimes repeated vomiting. الأهم من كده إنك تاخد بالك منه الـ failure to thrive، إنك أنت العيان ممكن يحصل له gross failure especially في الأطفال الصغيرين. يعني. هنا يمكن أنا عاوز كلمة أقولها برضه في البريتش guidelines، قال لك أي طفل هيعمل upper endoscopy لأي سبب خد منه بيوبسي من الاسوفيجس ابر اند لور. اي طفل هيعمل اي حاجه. والثانيه في الاطفال برضو، اي عيان عنده جيرد تيبيكال جيرد في الاطفال وعنده ريزيستنت جيرد مش ريفراكتوري جيرد، لو هو هيعمل اندوسكوبي لازم تاخد بيوبسي وزينوفيلكس فوجايتس. لكن لو ادلت عشان البرسنتج اقل، الريفراكتوري جيرد في الادلت بريش سوسايتي قالت لك لا لو كده ما تاخدش بيوبسي في الريفراكتوري جيرد الا اذا كان عنده تيبيكال سيمتومز او عنده تيبيكال اندوسكوبيك فايندينج. لو ده موجود يبقى تاخد، لو مش موجود يعني هو لو عنده ديسفيجيا اخد، لكن لو ما عندوش لا، لكن لو عنده اندوسكوبيك فايندينج برضو اخد، لكن لو ما عندوش لا. طبعا الكلينيكال برزنتيشن اهم، هو ده لازم يكون عندك هاي اندكس سسبشن في الحالات الذات اللي هي ايه مش واضحه قوي. الابر اندوسكوبي مهم جدا انك انت تعمله وتاخد بيوبسي 3 فروم ذا ابر ثيرد اند 3 فروم ذا لوور ثيرد. هتشخص ازاي؟ انك انت يبقى عندك مور ذان 15 ايزونوفيليك سيلز في بير هاي باور فيلد، لكن قال لك لا والله ممكن 15 في 3/10 مللي او 60 في 1 مللي عشان خاطر الباتش ديستريبيوشن. لكن مهم جدا عشان خاطر تشخص ان تعمل اكسكلوجن للاذر كوز اوف سكندري ايزونوفيلي سبيشال كرونز ديزيز، الاكاليزيا، الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز، او الهايبر ايزونوفيلك سندروم. كده يبقى انت شخصت ايزونوفيلك فوجايتس. طب لو انت خدت بيوبسي وانت سسبكتنج سواء بالكلينيكال او باندوسكوبي والعيان ما فيهوش ايزونوفيلز، لازم تعيد تاني وتاخد مور ديبر بيوبسي عشان تشخص تاني. لكن طالما انت شاكك ان هو كلينيكالي فيه او اندوسكوبيكالي فيه، يبقى لازم تريبيت اندوسكوبي ليتر اون عشان خاطر تشخص ايزونوفيلكس فوجايتس. دي المنظر بتاع الستيج بتاعت المنظر بتاعت اللي تشوفه انت في المنظار. بيبقى فيه الاديمه هنا الرينجز، هنا الرينجز، والرينجز دي مهم جدا انك انت تفرقها بين رينجز تاني ممكن تحصل في حالات الجيرد. اللي في حالات الجيرد بيسموها فيلن اسوفيجس، في حالات الجيرد لما تنفخ هواء تختفي الرينجز دي، لكن في الزينوفينيك مهما نفخت هواء ما بتختفيش خالص. الاكزوديت شبه الكانديدا، ممكن تبقى شبهه بالظبط، وفيري ديفيكالت انك انت تفرق بينهم الاثنين ديورنج اندوسكوبي، لدرجه انك انت بتفرق دايما بالبيوبسي مش
الاغرب من كده الكانديدا اصلا كان فيفرز اكرنس اوف انفلكسفجايتس لانها بتعمل ستيميوليشن للسكريشن بتاع الانترلوكين 5، وبالتالي تخلي بالك في علاقه وطيده بالاثنين، لكن تشخص بالاثنين بالبيوبسي. الفرز والستركشر طبعا، سواء الستركشر بيبقى صغير او ديفيوز سيجر ستركشر واخد معظم الاسوفيجس. الاندوفليب دي حاجه بالبالونه بتقيس الديستنسابيليتي بتاعت الاسوفيجس، وطبعا اكيد هنا بتبقى في امبيرد سنسيبيليتي بتاعت الاسوفاجس في الحالات اللي فيها ازينوفيلكس فرايتس. ده منظر ازينوفيلز طبعا. عدي دي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل سواء من الديزيز نفسه او من انك انت بتستخدم تكنيك معين في الديسلوجمنت مثلا بتاع الفود امباكشن، ممكن تعمل تير او كده، او الاستخدام الاسترويدز في العلاج ممكن تعمل ادين سفيشنسي. كي تريتمنت جولز طبعا مهمه جدا، ان هنا لازم ان انا بتكلم عن نورمالايز اند مينتينس اوف جيال هيستولوجي، نورمالايزيشن اند مينتينس انسكوبيك ابييرنس، ريزولف اوف جيال انفلاميشن، اليمينيت ديزيز سيمتومز، بريفنت سيمتوم ريلابس، امبروف كواليتي اوف لايف. دي حاجه من الحاجات المهمه. انا اعتقد لو انا لو واحد ما شافش السلايد دي، ما شافش هي عن ايه، ممكن تتكلم في الاي بي دي، يعني ممكن تلاقي قربت قوي من الايرلي انيشيشن اوف تريتمنت في الاي بي دي بيش. التريتمنت 3 ديز، دياتري ثيرابي، دراجز اند دايليتيشن. الدياتري ثيرابي حاجه من الثلاث، اليمنتال دايتس اللي هي الامينو اسيد فورمولا، وطبعا دي صعوبتها في حاجتين، الكومبلاينس بتاع العين ادهرنس، الحاجه الثانيه الفلوس الكوست، ده حاجه من الحاجات المهمه جدا. العين ما بيقدرش، حتى لما بياخد فتره ما بيمضغش بيحصل سمتوت ماسل الديستربنس في الماستيكيشن بتاعه، لان هو ما بياخدش حاجه اورالي. الالرجي دايركتد ما هي مالهاش علاقه بالاي جي اي خالص، يعني حتى السكين تيست اللي بتعمله بتاع الاي جي دي ديبندنت ما بقاش ليه، مش بريدكتيف في العينين بتوع الايزينوفيلكس فاجايتس، وبالتالي الالرجي دايركتد دي بتبقى دايما الريسبونس بتاعها 46%. نيجي للامبيريك اليمينيشن اللي هم السكس دايتس اللي انت تعرفهم، السكس فود اليمينيشن دايت اللي انت تعرفهم. لكن برضه وجد السكس فود اليمنيشن دايت برضه ممكن بيبقى بعض الاحيان في البيشنت مش كومبلاينت انف، فقال لك خلاص احنا نبتدي بالاثنين الاهم. الاثنين الاهم هم الملك والجلوتين، وبالتالي هم الاهم في الموضوع، دايما بتبتدي بيهم وتقيم عيانك بعد 8 اسابيع وتشوف العين كلينيكالي اند اندسكوبيكالي، يعني تيجي تبص تشوف الايزينوفيلز اخبارها ايه. حتى هنا برضه في الايزينوفيلز قال لك والله في هيستولوجيك ريميشن اللي هي تكون اقل من 6 ايزينوفيل، احنا بنتكلم في 15 او من 6 ل 15، لكن لو اقل من 6 يبقى ده بيسموه ديب هيلينج او ديب ريميشن زيه زي الكرونز ديزيز. وبالتالي انك انت بعد الجلوتين والويت او الجلوتين والملك بتقيم بعد 8 اسابيع، والله العين استجاب ما استجابش يبقى انت بتدخل اثنين ثاني اللي وراهم، لو ما استجابش بتدخل السته، وطبعا السته بتبقى فيري افيشنت، بس مشكلتها في الكومبلاينس. دراجز سوالو التوبيكال كورتيكوسترويدز طبعا دي معروفه في الازمه، احنا هنا بالعين بيبلعها بدل ما يستنشقها. وهنا برضو واحد من الحاجات المهمه جدا اللي فكروا بقى هم في قصه ايه بقى، انك انت الحاجات اللي بتتبلع دي بسرعه ما بتبقاش ليها كونتاكت تايم انف مع السوفجيال ميكوزا، لما بيستنشقها هو الكونتاكت بيبقى قليل، لان السوفجاس دايما وانت العين وهو واقف جرافيتي بتخلي الحاجه تنزل بسرعه، لو كال بتنزل بسرعه، وبالتالي فكروا في الاورو ديسبيرسبل تابلتس او الحاجات الفيسكس اللي هي موجوده دلوقتي وابروفد بالنسبه للاوروبيان بيشنتس، عشان كده بحيث انه يزود الكونتاكت تايم بتاع الدراج مع الاسوفجيال ميكوز. الحاجه الثانيه البروتون بامب انهبيتورز طبعا هنا ما بتشتغلش كانتاسيد، مع انها شغلها كانتاسيد بيعمل حاجه مهم، ان هو بيعمل ريبير لحته الديستيميتد انترسيلولار سبيسز دي، لكن هو بيشتغل هنا انتي انفلاماتوري. ولما قارنوا كومبارتيف ستادي بتوين بروتون بامب انهبيتورز اند سوالود توبيكال سترويدز، وجدوا انه ما فيش اي فرق في الكلينيكال او الهيستولوجيكال هيلينج. المشكله هنا انك انت الستاندرد عندك مشكلته ان الستاندرد ثيرابي ده بروبوشن اوف بيشنت مي نوت ريسبوند تو انيشال فارماكولوجيكال تريتمنت. دايت ثيرابي اوفن كام ويز ادرنس تشالنج زي ما قلنا. ميني بيشنت ريلابس افتر ديسكونتينيويشن اوف ثيرابي. الحاجة الثانية ان انا مضطر ان انا هنا لما مفيش ريسبونس للعيان بعد ما بطل التريتمنت بضطر ان انا اعمل حاجة اسمها مينتنس ثيرابي، وبالتالي العيان هياخد
يده فوريفر يده فوريفر. الدايلاتيشن مهم، لكن مشكلته ان هو مش اتاكن بس في السولوجي بتاع الديزيز. لكن انت الان عنده ديسفيجيا، عنده ديسفيجيا، وبالتالي انت بتعمله دايلاتيشن. لو هو من 1 ل 2 سم بتعمل بالون دايلاتيشن، لو اكتر من كده بتعمل بوج دايلاتيشن او سيفاري دايلاتيشن. في الدايلاتيشن في حاجه في الاستريكشن حاجه مهمه جدا، ان هو في الاطفال بيبقى كوما لانفلاماتري، وبالتالي الدايلاتيشن بيبقى هايل جدا. في الكبار بيبقى دايما عشان لونج ستاندنج هيستوري اوف ذا ديزيز بيبقى يوجوالي فايبروتيك، وبالتالي تخلي بالك هنا. الكومبينيشن بتاع الدايلاتيشن مع انتي انفلاماتوري زي البروتون بامب او الانهيليشن او السوالو التوبكال سترويدز بيبقى فيري افكتيف. زي ما قلنا انه مش اتاكنج الباسف سولو بتاع الديزيز، وبالتالي ده حاجه سيمتوماتيك تريبت. لو انت العيان، لو العيان عنده ديسفيجيا ومفيش ستريكشر، لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل هاي ريزوليوشن المانومتر للعيان، شوف القصه جايه منين. زي ما قلنا موضوع انك انت قصه ان البروتون بامب انهبيتس والسوالو التيبكال سترويدز لازم المينتنس عشان خاطر العيانين ممكن يحصل لهم لوس اوف ريسبونس افتر ديسكونتينيوشن. القصه بقى ابتدت تحتاج زي قصه الاي بي دي، زي ما اتفقنا انك انت بتحتاج حاجه اتاكنج الباس فيسيولوجي بتاع الديزيز عشان خاطر يعني ايه تكونتر اكت القصه كلها. عشان كده ابتدينا نتكلم في البيولوجيكال ثيرابي. زي ما قلنا الميكانيزم اللي هي تيهلبر 2 ميكانيزم او ميون ميكانيزم، هو نفس الكلام الديبلوماب كان بيأتاك الانترلوكين 4 والانترلوكين 13. الديبلوماب كارنتي ابروفد الحاجات كلها دي، درماتايتس، ازمة، كرونيك راينوسينوسايتس، ايزونوفيليكس فوجايتس في العينين اللي هم عندهم 12 سنة او اكبر او وزن او وزنه اكتر من 40 كيلو جرام. طبعا يو كان سي كومبينيشن، يعني بعض الاحيان بنشوف كومبينيشن ايزونوفيليك مع برونك الازمة مع راينايتس او كده، وبالتالي ده وارد. دي التريت ستادي اللي هي من خلالها حصل ابروفال للدراج، وكان الريسبونس او البرايمري ريسبونس او السكندري ريسبونس بعد 24 اسبوع و52 اسبوع، وكان فيه مارفلس افكت على الكلينيكال سيمتومز والديسفيجيا والاندوسكوبي. اد ريجارد السيفتي بروفايل، طبعا ما كانش فيه مشكله خالص بالنسبه للعيانين الا الالرجي نتيجه السايت رياكشن، لان الالرجيك سايت رياكشن فقط لا غير اللي كانت فيها مشكله. لكن الدراج بيتاخد وانس ويكلي، وانس ويكلي، وما كانش فيه اي مشكله بالنسبه للسيفتي بروفايل. دي اذر بيولوجيكال اندر انفستيجيشن. لكن انا هوظفه فين؟ وده السؤال مطروح على حضراتكم. هل اوظفه في حالات فيري ليت ان العين جاي لي بستريكشر مثلا، بستريكشر وجاي لي بسيمتومز وفود امباكشن، هل ده ان انا هوظفه هنا؟ ولا الحاجه الثانيه برضو في الاطفال اذا كان في فيلر تو سترايف او في بريزيستنت سيمتومز، بريزيستنت فوميتنج، بريزيستنت ابدومينال بين. لكن هل انا ممكن اغير في لحظه او في ات تايم مثلا ان انا اتكلم في ان البيولوجي ممكن يبقى ايرلي انتروداكشن اوف بيولوجي في العينين دول ولا لا؟ هل هنحنا نوصل للمرحله دي زي الكرونز ديزيز؟ اعتقد ان احنا مع البيولوجيكس اللي جايه في السكه كمان ان احنا ممكن نفكر ان احنا تو انيشيت بيولوجي از ايرلي از بوسيبل تو كنترول ذا باسو فيسيولوجي اوف ذا ديزيز. في الحقيقه الاويرنس كان مهم جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدياجنوزس والتريتمنت بتاع زينوفيلكس فوجايتس، لكن مش موضوع اويرنس بس، ما اعتقدش ان موضوع اويرنس، لكن زي ما قلنا ان في اكشوال انكريز في الانسيدنس بتاع الديزيز، هو ده اللي خلى الناس تتكلم، تبتدي تبقى واعيه جدا بالنسبه للعيانين بتاع زينوفيلكس فوجايتس. طبعا دي الكونكلوجن. It is chronic progressive type 2 inflammatory disease characterized by histologic changes, esophageal remodeling and poor quality of life. وده مهم جدا. It progresses from inflammatory to fibrotic phenotypes without treatment, emphasizing the need of early diagnosis and disease management. ده مهم جدا.
asking question to identify xenophilic symptoms that may be masked by coping mechanism. هو العيان بيعمل كومينج مكانيزم عشان زي ما قلت لك بيخليك دايما ما بتفكرش في الديسفيجي، لكن لما تيجي تساله ان ديتيلز هيقول لك انا عندي ديسفيجي. سيمتوماتولوجي اند اندوسكوبي فايندينج مي سجست اكزينوفيلك اسفوجايتس، بس هيستولوجيك اسسمنت ان ازولوفيل بايوبسي ان اسفوجيال بايوبسي از ريكوايرد. يعني بعض الاحيان الكونسنتريشن بتاع الفورمالين نفسه يقول لك خليه دايما تقول لبتاع الباثولوجي 10% فورمالين، بحيث ان هو لو اكتر من كده او اقل من كده ممكن ياثر في ديتكشن اوف زينوفيلز. Current standard of care of option in xenophilic esophagitis vary in efficacy and may not fully address the need for long-term treatment of underlying inflammation, highlighting the importance of an individualized approach of treatment. FDA and EMA approved and emerging biologics that target type 2 inflammation show positive clinical and safety outcome in adolescents and adult patients with xenophilic esophagitis. Anti-interleukin 4 and interleukin 13 dupilumab reduced the dysphagia symptoms and improved histologic and endoscopic endpoints that were sustained with up to 52 weeks of treatment. Chronic progressive nature of the disease and underlying type 2 inflammation highlights the importance of maintenance therapy and continuing to monitor disease status and treatment response. ده مهم جدا انك انت حتى لما تدي PPI او تدي استرويدز انك تتابع العيان بعد 8 اسابيع وتاسس زي ما اتفقنا لزينوفيليك كاونت في الاسفجيال ميكوز. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسين بيه على البرزنتيشن، والله اي ثينك بتفتح باب جديد في سكه الاميون جاد ديس اوردر. وبنتكلم على دكتور حسين بيقول ان احنا اي ثينك الفتره الجايه هنشتغل على الاورنس وهنشتغل على هاو تو تيك بايوبسي والمنظر دوت ونستاندرايز التكنيك ونشوف بالفعل حالتنا اخبارها ايه. هو كان في علاقه بين الاي بي دي والزينوفيليك اسفوجايتس؟ يس. يعني سام بيشنت مي هاف بوث ديزيز اند مي هاف ا بروجريسيف كورس في اي بي دي اند مي هاف ريزيستنس تو ريميكيد سبيشال. الاستاذ اتعملت على الريميكيد وكان ريزيستنت العيان اللي هم عندهم زينوفيليك اسفوجايتس كانوا ريزيستنت للتريتمنت. اثنين احنا شايفين ان هنشتغل عليهم من ضمنهم الايزينوفيليك والاتوبيك. الاتوبيك درماتيتس برضو من الحاجات اللي فيها دلوقتي اسوسيشن، لسه كنت بقول الصبح، فاحنا محتاجين ننجشيت. من الحاجات الكويسه قوي ان البلاتفورم بتاعه برضو ام دي تي، فانت محتاج جنبك تيست. yes. محتاج جنبك اي ان تي نيوتريشن ونيوتريشن. يس. فاي ثينك انه في حالات كتير بشوفها كتير، بس يعني قليل لما بتتشخص. يعني الدكاتره يعني بينسوا دايما المنظر اللي وراه لنا الدكتور امين، التراكلايزيشن بتاع الاسوفاجس. yes. بقى في حالات كتيره مست والبايوبسيس هو الاهم محمد اللي بتقفشه بقى اللي هو بالسفيجيا اللي جاي امباكتد. غير كده بتباص على الكونداكت. ده الاهم من كده حضرتك ان في فروم 10 تو 20% اوف ذا بيشنت هافينج زيروفيليك اسوفاجايتس وزاوت اندسكوبيك فايند. ده ال 10% ولا 20% دول انت ممكن تدخل بالمنظار ما تلاقيش فايندنج. وبالتالي الكلينيكال سسبشن او الكلينيكال داتا هي الاهم في الموضوع في الاول، تو بي كونفيرمد باي هيستوباثولوجي. يعني زي احنا بيتكلموا على دايما ان في عينين كتير بيبقى نورمال اندوسكوبي، كومبليتلي نورمال اندوسكوبي. طب انت ايه اللي هيشكك خليك تاخد بايوبسي بقى؟ وبالذات تاخد بايوبسي طالما العيان عنده يعني انا قلت لحضرتك حتى في الاطفال دلوقتي اللي هم هيعملوا اندوسكوبي لاي سبب ايا كان حتى من غير سيمبتوم. البريتش سوسايتي قالت لك دول لازم تاخد منهم بايوبسي. احنا اي طفل تعمل له تاخد له بايوبسي يعني احنا كده انا نادر لما بعمل بالظبط الاطفال كمان ما بحبش اخد بايوبسي انفكشنز وبتاع. لا انت هتاخد في الكبير حد. لا 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 يعني انت هتاخد هتاخد السفير بايوبسي بس مش هيحصل منها حاجه لا انفكشن ولا غيره. السفير بايوبسي هيحصل منها انفكشن. ليه؟ الطفل ما بحبش اخد منه بايوبسي بس الا لو حاجه سسبشس قوي يعني شايف تراكلايزيشن. المشكله ان هو يا فندم المشكله ايه؟ انك انت عندك اطفال عندها نون سبيسيفيك سيمتومز as regard abdominal pain, vomiting and inferior strife. طب انت ما انت مش عارف القصه ايه وهتخش تلاقي الاسوفاجس نورمال. ايه اللي هيضير حضرتك انك تاخد بايوبسي تو كونفيرم او تو اكسكلود ذا بريزنس اوف زينوفيليك اسوفاجايتس سبيشال انها داخله في الخط كواحده من حاجات السيمسومز الموجوده. يعني حضرتك بتنصح انت لو 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 بقى السيمتومز دي موجوده في ادلتس فوميتنج في الادلت يبقى وما لقيتش الاندوسكوبيك بيكتشر اللي شفتها برضو انت شايف ان بقى انا اخد برضو في الادلت يا فندم السيمتومز بتبقى ايذر ديسفيجي
لا فود امباكشن ما اصل جاي ديسفيجيا وامباكشن خلاص يعني جميل. الحاجه الثانيه في الحاجه الثانيه في الادلت انك انت بيجي جيرد لايك سيمبتومز او سم ريسبيراتوري سيمبتومز ده في الكبار. عشان كده في الكبار انا قال لك في الجيرد الريزيستنت جيرد ما بتاخدش بايوبس الا اذا كان العيان عنده تيبيكال سيمبتومز او عنده اندوسكوبيك فايندنج. في الاطفال عكسوها قال لك لا وات ايفر حتى لو في جيرد وريزيستنت لازم تاخد بيوبسي في الاطفال او حتى لو هتعمل نظر لاي سبب لازم تاخد بيوبسي في الاطفال. عندي عيان كان على جيرد وكان بيبانيوليت الدوز بيرفع الدوز وينزلها براحته خالص مره دبل دوز وفي الاخر بدا يا دوب يشتكي من ديسفيجيا. دخلنا جوه لقيناه فرق بانصت العيان انت بتقول له الدواء ده هيريحك فيبدا يغير في الجرعات ويحول لك الريفراكتوري بالمنظر دوت يروح دبل دوز وبي بي اي. هو البي بي اي عموما هو البي بي اي لاين اوف تريتمنت زي ما تقول هتريليف تريتمنت هتريليف السيمبتومز. عشان كده هو يقول لك لما انت عاوز تشخصها لازم العيان قبل ما يعمل المنظار ثلاث اسابيع يوقف البي بي اي ثلاث اسابيع لان هي بتاثر على الزينوفيليك كاونت جوه الميكوزا بتاعت الصفر. وبالتالي مهم جدا انك انت لو شكيت توقف بي بي اي. وطبعا كلنا بنغلط هذه الغلطه ان احنا نعمل اندوسكوبي والعان على بي بي اي وبالتالي تروح داخل تقول لك لا والله ده ما فيش ازينوفيلز او ازينوفيلز اقل من 15. الحاله الثانيه كانت كرونز ديزيز وعلى بيولوجي ودخلت عملت سليف البوست سليف جيرد تريجرنج الازينوفيلك فالمنت هو هي تريجرنج الفلكس ولا تريجرنج الجيرد بوست سليف عمل مشكله في الاسوفاجس بصيت لقيت قلبت كلاسيك ايزينوفيليك. ما هو مفصول برضه لو في ريفلكس كبير الريفلكس ممكن تونيشيت برضه الايزينوفيليك سوجايتس. في الحالات محتاجه اي ثينك ستاندرايزيشن انك تاخد بايوبسي واي ثينك فعلا احنا عندنا ديفكت في علاج الايزينوفيليك سوجايتس في التشخيص بنشوفها كتير لو ما فيش حضرتك في التشخيص. والحالات مثلا غير اللي فيها الامباكشن وديسفيجيا وبنوسع هدي له ايه العيان ما هو بياخد بي بي اي ما هو ده الكلام بقى دكتور مين ان احنا بنتكلم في البيولوجي الجديد. بس البي بي اي مش بريفنت سيكولي هو يعني زي سيمبتوم كنترول زي الكورتيزون في الكونف فانت هنا لا انت اي ثينك ان احنا محتاجين نعمل لها ستاندرايزيشن خاصه وان الدواء افيلابل يعني موجود دلوقتي على اليو بي اي وده هيسمح لنا الحاجه لها. يعني احنا قلنا برضو موضوع الانسيدنس من 2007 كان هو 15 2017 بقى كوادربل بقى اربع اضعاف. الحاجه الثانيه قال لك في الديلي دايجنوز بتاع الزينوفيليك كان برضه في 2007 كان 12.7 سنه حوالي 13 سنه 2018 بقى 7 من 10 سنه. هو الاي بي جي كام يا الايرلي دايجنوز بقى الكلام ستاتستيك بره بحيث ان اشوف في نقطه الديلي دايجنوز قد ايه 12 سنه كانت تبقى ديلي ابتدت دلوقتي بقى اقل من سنه. وبالتالي الناس برضه بتاعت اوير لكن هو اكيد الانسنس زاد ما انت الاويرنس هيزود لكن مش هيزود بهذه الطريقه يعني. واضح ان احنا هنمشي في السيكل اللي بتاعته وهنضطر برضه نشتغل فيه شويه. إيه اي كويستشنز من كان في الباشا دكتور حسين شكرا جزيلا لحضرتك محاضره رائعه طبعا اب تو ديت ويعني سعداء بيها جدا. بالنسبه للديوريشن اوف تريتمنت هيبقى 52 اسبوع ولا ممكن اكتر من كده؟ هو الدراسه اتعملت لغايه 52 لكن هو طبعا ريكومنديشنز هنوقف امتى؟ قصه البيولوجي هتوقف امتى؟ نفس القصه بتاعتنا ما عندناش مثلا سوليد قصه الكرايتيريا دي انت هتوقف امتى؟ ما نعرفش هنوقف امتى، ما عنديش داتا احنا هنوقف امتى لا هو كمان يعني انت حتى البي بي اي مش هتوقف ممكن لما الشركه موجود نبيل اهو يقول لنا بقى هنهرش ايه نبيل؟ ست شهور؟ ست شهور لسنه مش كده؟ مينيموم 6 شهور ده بيجر رجل يا باشا هو بيجر رجل بس لسه مدخل القصه لا هو زي ما الدكتور حسين قال هو طبعا البيولوجيك دايما بيكون في الجايد لاينز بيكون فور لايف بس هي البوينت كلها الدكتور عايز بيقول عليه من 6 شهور لسنه احنا بعد كده بنري اسس برضه ريجاردنج ان حضراتكم مثلا بتعاملوا الفولو اب بالاندوسكوبيك فيتشرز بالبايوبسي تاني بحاجه زي كده فممكن تري اسس البيشنت ممكن يكون مثلا ايه الريزلتس اللي حصلت معاه واكوردنج للكلينيكال براكتس بتاع حضرتك ممكن حضرتك تشوف الديزيشن بس از جايد لاينز وعلى ليترشر بتقول ان هو فور لايف طبعا طبعا واضح اللي احنا بس انا برضه عايز اقول مسج اخيره دكتور عايز بعد اذن حضرتك نو رول اوف سيستميك استرويدز فور ايزينوفيليك سوجايتس نو رول ات اول اند نو رول في الكومبينيشن اكسبت انك انت ممكن تعمل كومبينيشن مع دايت ودراج زي البروتون بامب انهبيتورز في بعض الحالات فقط لكن هو الكومبينيشن مش وارد. كان في الباشا عايز يسال اتفضل في حد عايز يسال في الاول خلاص لغيت السؤال اتفضل هو مشكله الدايت زي ما قلنا الكومبلاينس
الدايت اليمينيشن تقدر تتكلم على اللي هو السكس فود دايت اليمينيشن. هم بيستخدموا دايما الفورمولا دي اكتر في الاطفال، بس برضو موضوع الكومبلاينس، موضوع الماستيكيشن بروبلم اللي بتحصل بعد كده، مشكلته الاساسي كومبلاينس. لكن انا ما عنديش داتا في الاطفال، انا داتا في الاطفال ما اعرفهاش، لكن هو السكس فود اليمينيشن دايت فيري افكتيف. بس برضو مين يستطيع ان يمنع السته دول؟ عشان كده زي ما قلت لك هم بيدوروا دلوقتي على موضوع ان هم فراكشنيشن، نبتدي بالملك والجلوتين على اساس ان هم ذا موست كومن اللي هم بيعملوا الالرجي. تفضل. لكن اللي فاهمه قبل ان الاي او اي في الاطفال تختلف من الادلت في الريسبونس للدايت، يعني الدايت اليمينيشن ميلي فور ذا كيدز يس نوت فور ادلتس، او الريسبونس اقل شيء تختلف. هو اكيد بغض النظر عن كومبلاينس، يعني الافكتنس هي افكتف في الاطفال، اكيد هتبقى افكتف سبيشال، لانك انت في الاطفال بتبقى ديلينج ويز ان انفلاماتوري بروسس اكتر منها فايبروتيك بروسس، لانك انت طبعا ده بيبقى ايرلي اونست اوف ذا ديزيز. كل ما يطول الطفل في العلاج كل ما تبقى فيه مشكله، انك بتحول الانفلاماتوري ستيت لفايبروتيك ستيت. موضوع الدايت زي ما انتوا رايزه قال ان ده مالتي ديسيبلينري، انت محتاج دايما معاك حد نيوتريشن يبقى معاك في القصه دي، انك انت عمرك ما هتبقى دي مش هتبقى انت درايفنج موضوع النيوتريشن لوحدك، استحاله تمام. بالنسبه لحالات الكرونز او معاها الايزينوفيليك اوسوفجايتس، ايه الحاجه الباثولوجيكال اللي هتقدر تقول ان ده ايزينوفيليك عن الكرونز، ان ده مش جي اي تي مانيفيستيشن ابر للكرونز؟ هل هعتمد بس على الايزينوفيليك كاونت؟ في حاجه اسمها كرونز ايزينوفيليا دي بتبقى موجوده، لكن لما الكاونت نمبر ياخد السكور بتاع الايزينوفيليك غصب عنه الهيستوباثولوجيست بيبعت يقول لك لا ده مش كرونز اوف ذا اسوفيجاس، يعني ده على الايزينوفيليك كاونت. ما هو هم باي ديفينيشن باي فلاتنس. لكن في بعض الحالات اللي بنشوفها اللي هو الالسرات في الكرونز معاهم ايزينوفيليك، بس مش كاونتبل تو ذا لليفل الايزينوفيليك اسوفيجاس. مش هتعلى عن ال 15 حاجات برضه المهمه قوي، انه سيكتور مهم قوي عشان ما يحصلش اوفرلاب مع الايزينوفيليك ديودينايتس والايزينوفيليك انترايتس، يعني عشان كل دول واخدين تايتلز واخدين نومر او نيمز مختلفه يعني. فاي ثينك ان احنا الانتيتي بتاعت الايزينوفيليك اسوفيجايتس بدات ناناونس عليها، هنشتغل عليها الشهور الجايه اكتر كتير، وهنحاول نستاندرايز اقل ايمجز تبقى موجوده مع الدكاتره والبايوبسيز، يعني لازم نخضع لقانون البايوبسيز مفيش هزار. شكرا بروف حسين، شكرا لحضراتكم، واحنا كلوزنج اليوم النهارده ونتقابل بكره ان شاء الله. شكرا سانوفي على مجهودك معانا يا نبيل.